أنا بقيت حاسس بيهم في كل حتة في البيت، وما بقاش فارق الصبح ولا بالليل. طول اليوم سامع أصواتهم وحاسس بيهم بيتحركوا حواليا. أنا بقيت أخاف أنام، بقيت أخاف عيني تغفل شوية وأصحى أتفاجئ بيهم قدامي. أنا معرفش الأشباح دي ولا العفاريت ولا أيا كان إيه دول ممكن يعملوا فيا إيه. أنا سامع حاجة بتتحرك ورايا. ما هو كده بيسجل، هو كده بيسجل ولا أنا بعمل حاجة غلط؟ لا خلاص، النقطة الحمراء ظهرت اهي، يبقى كده بيسجل. تمام، ابعد شوية عن الكاميرا بقى. تمام كده، انا اكرم بلال، عندي 45 سنة، كنت اول شاب في مصر يوصل للمليار في سن 30 على حد علمي يعني، بس طبعا مفيش حاجة حلوة بتكمل للآخر. خسرت كل حاجة في آخر انهيار اقتصادي حصل، خسرت فلوسي في البورصة، واكتشفت ان مراتي حبيبتي كانت متجوزاني علشان فلوسي وبس، وسابتني بعد ما اعلنت افلاسي. خسرت كل حاجة وما فضليش حاجة غير البيت ده، البيت اللي اشتريته قبل ما اعلن افلاسي بشهر، وللأسف حطيت فيه اخر فلوس كانت معايا، فحاليا هو كل ما املك. لكن واضح ان القدر حس ان حياتي مش بائسة بما فيه الكفاية، فقرر ان البيت اللي اشتريه كمان يبقى مسكون. أيوة، البيت اللي أنا قاعد فيه حاليا مسكون. عرفت منين؟ عرفت لما بدأت أسمع خطوات لناس في البيت بالليل وأنا عايش لوحدي ومليش حد يجي يزورني. بسمع أصوات بتتكلم بهمس وبتضحك، بقعد بالليل وحاسس إن في حد معايا في البيت. هتسألوني أنا إيه اللي مخليني ساكت على ده كله؟ هقول لكم إن السمسار اللي باع البيت تليفونه اتقفل ومش عارف أوصله، فما بقاش قدامي حل غير اني اتعايش معاهم. انا عشت في البيت يومين او ثلاثة من غير ما احس بحاجة، وبعدين شوية بشوية بدأت احس اني مش لوحدي. كنت فاكر ان انا بتخيل او بيتهيألي، لكن اتأكدت ان انا فعلا مش لوحدي لما حاجتي بدأت تختفي، واماكن حاجات في الفيلا بدأت تتغير، زي مثلا اماكن السكاكين بتتغير كل ليلة. احيانا بقوم من النوم على ريحة حاجة بتتحرق، بطلع بسرعة للمطبخ لكن مش بكون مولع على حاجة، ومع ذلك بفضل شامم ريحة حاجة بتتحرق. كمان هدومي بتختفي، في حاجات بلاقيها وحاجات لسه بدور عليها لحد دلوقتي. بقيت أشك في ذاكرتي، بقيت أشك في قوايا العقلية، لكن أنا متأكد إن أنا مش بتخيل، أنا فعلا مش لوحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي، حلقة جديدة ومستوحاة من أحداث حقيقية، ومن كتابة مين؟ من كتابة رولا أمين، ولكنها مش من قسم الأدلة الجنائية، دي قصة كده برا السلسلة. فتعالوا نشوف إيه حكاية البيت المسكون ده. يلا بينا. يلا. المهم أنا دلوقتي جبت الكاميرا دي وقررت إن أنا أسجل اللي بيحصل معايا في البيت اليوم بيومه. حد كان قال إنه جرب موضوع الكاميرا ده وحس بألفة وونس، فقلت ليه لأ، أنا ماليش حد ومفيش حد مهتم بيا، وممكن الطريقة دي تهون عليا اللي بيحصل في البيت المشؤوم ده وتبقى دليل إن أنا متجننتش، وتساعدني إن أنا فعلا متجنش من القعدة لوحدي في البيت. مظبوط كده ولا ايه؟ تمام ماشي، زي ما انا قررت ان انا كل يوم هاجي وهفتح فيديو اسجل يومي واللي بيحصل معايا في البيت ده، زي مذكرات كده بس على شكل فيديوهات. النهاردة يعتبر سابع يوم ليا في البيت وتاني يوم اسجل يومياتي. توصلت لاكتر مكان يعتبر امان، اكتر مكان مش بحس بيهم حواليا فيه، وبحس فعلا ان انا لوحدي هنا في الأوضة دي. دي أوضة متجهزة ومفروشة وبتبقى جاهزة لأي خدامة بتيجي تشتغل في البيت،
في بقية البيت بصراحة بتزيد حركتهم وهجومهم عليا، لكن لما بقعد في الأوضة دي بحس بطمأنينة وسكون، وعلشان كده قررت أن أنا أقضي معظم وقتي فيها وأسجل مذكراتي هنا. نبذة عني وعن شخصيتي، أنا شخصية انطوائية، مش بخرج من البيت غير للمشاوير اللي ما ينفعش تتأجل، غير كده مفيش سبب يخليني أخرج من البيت، وده مش أحسن وضع ليا خصوصا في بيت زي ده. كنت بقضي معظم وقتي في أوضة نومي، لكن مؤخرا بقيت بحس بحد واقف بره باب الأوضة ومستني اللحظة المناسبة علشان يهجم عليا فيها. النهاردة لما قمت الصبح وطلعت المطبخ أفطر، اكتشفت إن في حاجات ناقصة في التلاجة. كمية الأكل بتنقص في البيت ده كل شوية مع تغيير أماكن الحاجة في المطبخ. أنا مش بيتهيألي، أنا متأكد من اللي بيحصل ده. أنا مش باكل الكميات دي من الأكل. أنا مش مجنون وبتخيل حاجات. أنا متأكد إن أنا مش لوحدي. أنا هيحصل لي حاجة. أنا متأكد إن نهايتي هتكون على إيديهم. أنا أول مرة أشوفهم بالقرب ده. كل الفترة اللي فاتت دي كنت بسمعهم بس وبحس بيهم، لكن أول مرة أشوفهم. أنا مش عارف أتمالك أعصابي. أنا كنت طالع علشان أروح الحمام عادي. مسكت مقبض الباب وبفتح الباب، لكنه ما كانش بيفتح معايا. باب الحمام كان مقفول من جوه. حاولت كذا مرة أفتحه، لكن قاطع محاولاتي دي صوت حركة من جوه، كأن في حد أو حاجة بتتحرك جوه الحمام. بسرعة سبت مقبض الباب وبعدت عنه. كنت لسه بلف علشان أطلع أجري لأوضة نومي اللي كانت في آخر الممر اللي في وشي، لكن اتفاجئت بحد واقف في الضلمة. معرفتش أمنع نفسي إن أنا أقرب من الأوضة شوية، وأنا عيني متثبتة على الشخص اللي واقف. هيئة الشخص كانت بتبان أكتر كل ما بقرب. كان شخص جسمانيا طويل جدا وعريض، أطول بكتير من الطول الطبيعي للبشر. فضله حاجة بسيطة ويخبط في السقف. كان واقف في الضلمة مديني ظهره من غير أي حركة، لحد ما فجأة بدأ يلف ببطء ناحيتي. معرفتش أتمالك أعصابي وصرخت. صرخت وجريت بعيد عن الأوضة ونزلت تحت. دخلت الأوضة بتاعت الخدامة وقفلت على نفسي. أنا خايف أوي. أنا مش عارف أعمل إيه. مش عارف أقدر أستحمل اللي بيحصل في البيت ده لحد إمتى. أنا ما فاضليش غير البيت ده. مش عارف لو سبته هروح فين. ماليش حد أقعد عنده ولا حد يسأل عليا. بس لأ، أنا لازم ألاقي حل. لازم أحط حد للي بيحصل في البيت ده. ده بيتي أنا ومفيش كائن هيعرف يطلعني منه. هلاقي حل أنا متأكد. في عمارة بوسط البلد، تحديدا في الدور الخامس شقة 51، في استوديو غطى معظم حيطانه غلاف أخضر من اللي بيستخدم في الخدع البصرية، قعد عامر على كرسي اللي محطوط قدام كاميرا متثبتة بعيد عنه بكام متر، وواقف خليل صاحبه وراها وهو بيظبط إعدادات الكاميرا قبل ما يبص لعامر ويقول له: تمام كده يا اسطى، دقيقة وهنبتدي تصوير. اتنحنح عامر وظبط شعره كده بإيده بسرعة قبل ما يبص لعدسة الكاميرا، وبعدها لصاحبه اللي بدأ يعد: 5 4 3 2 1. شاور خليل ناحيته بعلامة إنه بدأ تصوير، فبدأ عامر يحكي: أنا عامر، عندي 25 سنة، ماليش إخوات وعايش مع بابا وماما، ودي حكايتي مع بيتي المسكون. شاور خليل تاني لعامر بمعنى إنه وقف تصوير وقال له: مقدمة جامدة للحلقة، عايزك بقى تيجي تقعدلي على الكرسي الفوتيه ده وتبدأ تحكي. طب وماله الكرسي ده؟ ما نكمل تصوير بنفس الوضع كده. انت عيل ما عندكش حس درامي، انت هتحكي عن بيتك اللي شاكك انه مسكون، محتاج قاعدة كده درامية تدي للقصة إثارة وغموض. يلا قوم تعال اقعد هناك، بلاش رغي كتير. قام عامر من على الكرسي اللي كان قاعد عليه واتجه ناحية الكرسي اللي شاور عليه خليل، وهو بيبص عليه وبيقول عليه في سره: عيل أوفر.
قعد على الكرسي واستنى خليل لحد ما يجيب الكاميرا قدامه ويظبط الإضاءة ناحيته. بصله بعد ما خلص وقال له: نجم سينمائي والله. والله يا خليل أنا بدأت أندم إن أنا جيت حكيت لك حاجة وطلبت مساعدتك. يا عم خلاص اسكت، يلا بقى بص للكاميرا علشان هنبتدي تصوير، أنا عايزك تركز. احكي براحتك. قطع بسرعة عامر وهو بيسأله: استنى بس علشان أنا مش فاهم، أحكي إيه دلوقتي؟ يا عم عامر احكي من الأول خالص، من وقت ما بدأت تحس إن في حاجة غريبة في البيت. هز عامر راسه وخد نفس عميق قبل ما يبص للكاميرا، وبعد ما شاور له خليل على بدء التصوير اتكلم وبدأ يحكي. الموضوع كله بدأ لما بابا قرر إنه يشتري البيت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. قراره ما كانش مفهوم بصراحة، بحكم إن مفيش غيري أنا وهو وماما بس اللي هنقعد فيه، فتساؤلاتي كانت ليه؟ هنعمل إيه بالمساحة دي كلها لوحدنا؟ ولكن بمعرفتي لطباع أبويا فأي اعتراض مني ما كانش هيتاخد في الحسبان. يومين وخلصت إجراءات النقل على خير ونقلنا لبيتنا الجديد. شاور خليل بإيده العامر بمعنى أنه وقف تصوير تاني، فبانت الضيقة على عامر وهو بيقول بنفس صبر: وقفت ليه يا عم خليل؟ يا ابني أنا هفضل أعلم فيك لحد إمتى؟ خلي عندك حس سينمائي بقى. أيوة وده إيه علاقته دلوقتي؟ هفهمك، كل ده تمهيد للقصة نفسها، لما أقطع حكايتك كده وكل حتة تبان في كادر مختلف ده هيعمل جو للحلقة. وبعدين أنا مش قلتلك مشكلة بيتك دي عندي وأنا اللي هحلها لك؟ فسيبني بقى أشوف شغلي بقى. ماشي خليل لما نشوف. دلوقتي أنا هظهر معاك في الجزء اللي جاي ده لكن بصوتي بس، هسألك أسئلة كده من ورا الكاميرا وانت تجاوبني، منها تحكي قصتك ومنها ما تعطلش في نص ما انت بتحكي أو تنسى تفاصيل أو ترغي في أي حاجة ملاش علاقة بالقصة. فهمت الشغل اللي أنا عايز أعمله؟ هز عامر راسه بالفهم وقام يساعد صاحبه في تظبيط الكرسي والكاميرا. خلصوا وقعد خليل ورا الكاميرا وعامر قدام الكاميرا وبدأوا تصوير من تاني. قول لنا عامر نبذة عن أسرتك وبيتك. زي ما قلت احنا أسرة صغيرة ومش مترابطة زي بقية الأسر، بمعنى ان احنا فين وفين لما بنتجمع كلنا في مكان واحد علشان نفطر او نتغدى. معظم الوقت بفطر لوحدي وبتغدى لوحدي، ومش بس في موضوع الاكل، احنا كنا بنتعامل مع البيت كله كأنه لوكاندا، وده كان الحال برضه في بيتنا القديم. ولما نقلنا الحال ما اختلفش كتير، بل يمكن اقول ساء اكتر. ممكن اقعد بالايام ما بشوفش حد منهم، وده بسبب ان مواعيد نومنا وصحياننا وخروجنا من البيت مختلفة، بالإضافة لأنه مفيش حد مهتم يعرف حياة التاني ماشية إزاي. تمام، أنت بتقول إن أنت حاسس إن بيتك مسكون، احكي لنا الموضوع بدأ معاك إزاي وإيه اللي خلاك توصل للاستنتاج ده؟ الموضوع بدأ لما بدأت أسمع خطوات في البيت بالليل، قلت يمكن بابا أو ماما قاموا بالليل يعملوا حاجة، لكن اللي كان غريب إن صوت الخطوات كان بيظهر كل ليلة في نفس الميعاد، وده اللي خلاني أقوم في مرة أشوف مين صاحب الخطوات دي. ولكن المفاجأة إن أنا ما لقيتش حد، ولما رحت لأوضة بابا وماما لقيتهم نايمين في سابع نومة. وعلشان أتأكد من الموضوع ده سألتهم تاني يوم إذا كان حد مثلا صحي بالليل أو حاجة، ولكن الاتنين أكدوا لي إن مفيش حد صحي بالليل. والموضوع ما وقفش على صوت خطوات وبس، لكن أنا بدأت ألاحظ اختفاء حاجات من البيت ومن أوضتي أنا شخصيا، ولما كنت بسأل ماما أو بابا ما بيبقوش عارفين راحت فين، وأنا ما عنديش أخوات مثلا علشان يرخموا عليا ولا حتى بيزورونا أساسا. فجأة وبدون تفسير بتختفي الحاجة، والأغرب أني ساعات بلاقي حاجات من اللي ضاعت بس بلاقيها في أماكن مختلفة وغريبة عن مكانها الأصلي. ومع اختفاء الأشياء دي كان بيزيد صوت الخطوات، وبدأ معاهم ملاحظتي لخيال بيظهر بالليل في البيت، مش بيعمل حاجة غير إنه بيتجول في البيت في هدوء. اتكلمت مع أهلي في الحاجات اللي بقيت أنا بلاحظها يعني بتحصل من ساعة ما نقلنا للبيت، ولكنهم نفوا كل اللي أنا بقوله وأصروا إن كل مرة بتكلم معاهم في نفس الموضوع هما ما بيشوفوش حاجة ولا في حاجة اختفت من البيت زي ما أنا ما بقول، وكأن محدش واخد باله خالص من الحاجات اللي بتختفي دي فجأة يعني غيري. سكت عامر وبانت على ملامحه الحيرة، ما كانش عارف يحكي ايه تاني.
فبص الخليل مستني منه السؤال اللي بعديه، فسأله خليل بسرعة: وهل الموضوع توقف لحد كده؟ الحقيقة أنه لأ، وده اللي خلاني طلبت مساعدتك. الموضوع ما توقفش عند كده. من يومين كنت في الحمام بستحمى بالليل، وحسيت بحد بيحرك مقبض الباب وبيحاول يفتحه. افتكرته حد من أهلي عايز الحمام، فعليت صوتي وأنا بقول إن أنا جوه، ولكن مع ذلك محاولة فتح الباب ما وقفتش وكانت بتزيد، كأن اللي بره مصمم ومصر إنه يدخل. تأكدت ساعتها إن ده لا يمكن يكون حد من أهلي. خفت وتوترت وما بقتش عارف أعمل إيه. ما لقيتش في إيدي حاجة أعملها غير إن أنا فضلت أنده على بابا وماما زي العيال الصغيرين، لكن محدش جه. قطع استغاثاتي دي صوت صرخة جت من بره، صرخة وقفت شعر جسمي كله. لولا أن أنا كنت ماسك في البانيو كنت زماني وقعت من الخضة ولا الرعب. حسيت من الخوف كده أن الكلام وقف في زوري. حاولت أنده تاني على بابا لكن صوتي طلع بحشرجة. مرة مع التانية صوتي أخيرا طلع وندهت عليه أو شبه صرخت على أهلي، واللي ساعتها وأخيرا بعد معاناة لقيتهم بيخبطوا عليا وبيسألوني في إيه. قفلت الدش ولفيت نفسي بالفوطة وطلعت بسرعة. اتخضوا من شكلي ومن الرعب اللي أنا كنت فيه، وما كنتش عارف أتمالك نفسي ولا عارف أطلع بجملة مفيدة. بعد دقيقتين كده كنت هديت وعرفت أخيرا أن أنا أحكي لهم على اللي حصل، وسألتهم إذا كانوا شافوا حاجة أو حسوا بحاجة، وإذا كانوا سمعوني لما ندهت عليهم أول مرة. لكن كل اللي لقيته منهم هو صمت مع نظرات شفقة عليا، مصحوبة بمواساة كأني عيل صغير حلم بكابوس وجاي يعيط لهم. حلفت لهم إن أنا ما كنتش بتخيل وإن ده حصل فعلا، لكن فضلوا مصرين إن ما حصلش حاجة. حسيت إني بدأت أتجنن، واللي زود من إحساسي ده إن بابا قال إن في وقت ما كنت بقوله اللي بيحصل ده هو كان في الأوضة اللي جنب الحمام، ولو كان حصل حاجة كان أكيد هيحس. أنا ما بقتش عارف هل ده كله تهيؤات ولا أنا بتخيل ولا فعلا البيت فيه حاجة. خلص عامر كلام ورد صاحبه بطريقة إزعية: زي ما حضراتكم سمعتوا، ومعادنا الليلة هنروح لبيت عامر ونحاول نكتشف هل بيته فعلا مسكون ولا دي تخيلات. وقف خليل تصوير وقام من ورا الكاميرا وبدأ يشيلها ويشيل الاستاند وهو بيقول لعامر: يلا يا باشا هنروح لبيتك امتى بقى؟ طلع عامر موبايله من جيبه وهو بيبص على الوقت والتاريخ وقال من غير ما يرفع عينه من على الموبايل: ينفع معاك النهارده بالليل؟ ماما وبابا رايحين يزوروا جدتي وهيتأخروا. ينفع جدا. خلاص تمام، انا هروح دلوقتي وهقول لهم ان انا مش هقدر اروح معاهم لجدتي، وهتصل بيك نرتب هنعمل ايه. نزل عامر من عند خليل في اتجاهه البيت، وبعد ما اتفق معاه على الليله واتفقوا هيعملوا ايه بالظبط، الساعة 11 بالليل في بيت عامر بأحد أحياء المعادي. طلع عامر سيجارة من علبة السجاير اللي في جيبه وولعها، أخد منها نفس وطلعه بعصبية قبل ما يرمي العلبة والولاعة على الكنبة اللي جنبه. فتح موبايله وبص للساعة وهو باين عليه الدقيقة وقال: هو فين الزفت ده كمان؟ تمتم عامر بكده وهو بيرفع الموبايل على ودنه ومستني خليل يرد عليه علشان ينفجر فيه. قطع اتصاله صوت جرس الباب مصحوب معاه خبط على الباب. طفى السيجاره بسرعه في الطفايه اللي كانت على الترابيزه قدامه وقام يفتح الباب. هو احنا مش قلنا 10 تكون هنا؟ يا اسطى انت شايف انا شايل قد ايه؟ دخلني الاول وبهزقني جوه على التاخير ده. انتبه عامر للشنطه الضخمه اللي كان شايلها خليل فوسع له بسرعه وهو بيشيلها معاه لحد صاله البيت. حطوها على الارض ونزل خليل على الارض جنبها، فتحها وبدأ يطلع منها الكاميرات بتاعته والمايك وهو بيقول: اتأخرت علشان كنت بلم الحاجة دي وبحاول أحط الكاميرا الجديدة بتاعتي بحرص في الشنطة علشان ما يحصلش حاجة، انت عارف أنا دافع فيها كام دي؟ ومالها الكاميرا دي؟ ما جبتش بتاعتك القديمة ليه؟ قام خليل من على الأرض وهو ماسك الكاميرا: ما هي دي اللي بتصور بالأشعة اللي تحت الحمراء يا زكي، لو في حاجة في البيت فعلا فهي دي اللي هتبين لنا. يلا بقى روح اعمل لنا كوبايتين شاي لحد ما اركب الحاجات واجهزها. هز عامر راسه وراح للمطبخ يعمل شاي.
دايق وخرج بكوبايتين شاي لخليل اللي كان خلص تظبيطات الكاميرات وقعد على الكنبة مستني عامر. عامر حط الكوبايتين على الترابيزة وقعد. بص بقى دلوقتي أنا جهزت الكاميرا والمايك، هشيل الكاميرا وانت هتشيل المايك ونتمشى في البيت بالراحة، نحاول بقى نلقط أي حاجة. شاور عامر على الكشافين بتوع النور اللي كانوا قدامه، فرد عليه خليل وقال له أيوه خد امسك ده. خليل اداله كشاف نور ومسك هو واحد وكمل وقال له احنا هنقفل انوار البيت كله وهنتمشى فيه بالراحة بالكاميرا والمايك والكشافات دول. تمام خلاص يلا بينا. اخد عمار نفس عميق وهز دماغه وقال وهو بيحاول يحمس نفسه زي خليل يلا بينا. اخدوا الاتنين العدة اللي جهزها خليل زي ما اتفقوا وبدأوا في قفل انوار البيت كله لحد ما وصلوا لآخر مفتاح، فتحوا كشافاتهم وقفلوه هو كمان. التوتر كان محتل أعصاب عمار لكنه كان بيحاول يخفيه عن صاحبه اللي كان متحمس بطريقة غريبة وهو بيصور بالكاميرا العجيبة بتاعته. كل اللي كان بيدور في باله إن الأحداث اللي حصلت له كلها كانت بتحصل وهو في مكانه مش بيعمل حاجة، فإيه اللي ممكن يحصل وهو بيدور عليهم بنفسه وبيحاول يلاقي حاجة غريبة بتحصل. عدت نص ساعة وهم بيلفوا في الدور الأرضي ولكن بلا جدوى، لفوا الدور 3 مرات وبيوصلوا لنفس النقطة من غير ما الكاميرا تلقط حاجة ولا المايك يسجل حاجة. خلصوا لفتهم الأخيرة وقفوا في نص الدور وقال عمار بإحباط أنا مش فاهم، ده الدور الأرضي كان أكتر دور بسمع فيه خطوات وحركة، يعني إيه ما نلاقيش حاجة؟ حط خليل إيده على كتفه وهو بيواسيه تحب نلف مرة أخيرة يمكن فوتنا حاجة؟ قطع كلامهم صوت فجأة جاي من الدور اللي فوقيهم، حركة خفيفة بس كانت كفيلة إنها تخضهم بالشكل ده وتخليهم يجروا بسرعة على فوق وهم بيجهزوا نفسهم إنهم يلاقوا حاجة. اتحركوا في الدور بالراحة لحد ما وصلوا للممر اللي بيوصل الحمام وأوض النوم ببعض. بدأوا يتحركوا فيه ببطء وهم بيدوروا على أي حاجة تبان في الكاميرا، خصوصا إن ده المكان اللي عمار قال إنه سمع حد فيه بيحاول يفتح باب الحمام عليه ووراها سمع صوت الصرخة. لفت انتباه خليل لوحة بورتريه كبيرة كده مرسومة باحترافية بالزيت ومتعلقة على حيطة الممر. ولا عمار بقولك إيه؟ هي إيه الصورة دي؟ دي صورة أبوك وهو صغير دي ولا إيه؟ أبويا إيه بس يا حمار أنت؟ لا دي لوحة مرسومة لصاحب الفيلا اللي مات، قلت لهم كتير نشيل صورته لكن هم مش راضيين يشيلوها، بيقولوا عاملة منظر لحد ما نجيب حاجة تتعلق مكانها، كلام فارغ والله. خبط عمار في ظهر خليل اللي كان واقف متسمر في مكانه وهو مركز في حاجة في آخر الممر. مالك يالا مركز في إيه كده؟ بس عمار ناحية مكان خليل مركز قبل ما يشهق ويرجع لورا وهو ماسك تيشيرت خليل وبيشده معاه. بخطوات بطيئة مشي تجاههم راجل في الأربعينات من عمره، ما كانوش عارفين يشوفوه كويس لحد ما خرج من الضلمة ودخل في دايرة النور اللي خارجة من كشاف النور اللي في إيد خليل. ساعتها بانت ملامحه ليهم أكتر واللي كانت سبب في إن خليل وعامر يرجعوا أكتر لورا في خوف. رفع خليل الكشاف ناحية اللوحة اللي كان واقف بيتأملها من شوية ورجعها تاني ناحية الراجل قبل ما ينده على عامر بصوت هادي مليان رعب عامر مش هو ده اللي ها. أخد عامر باله من إن الراجل اللي واقف قدامهم كان بيبصلهم بنفس الخوف والرعب اللي هم بصين له بيه، وقبل ما حد فيهم ينطق بحرف تاني أو يتحرك صرخ الراجل ووقع مغمى عليه. دقايق عدت وهم واقفين متنحين للراجل اللي ظهر فجأة ووقع قدامهم فجأة، محدش فيهم كان عارف يتصرف ازاي او بمعنى اصح كانوا خايفين لدرجة ان هم مش عارفين يعملوا ايه. رفع خليل بالراحة الكاميرا ناحية الراجل اللي وقع وقال ايه ده؟ قرب عامل راسه ناحية الكاميرا علشان يشوف ايه السبب في دهشة خليل وقال له انا مش فاهم في ايه؟ شاور خليل للصورة الضوئية للراجل اللي باينة في شاشة الكاميرا وهو بيقول بنفس دهشته انت شايف لون الموجات اللي حوالين جسمه؟
هز عامر راسه بمعنى انه شايف. فد خليل الكاميرا العامر وخلاه يجيبها ناحيته وشاور له يبص على الشاشة وانه يركز على لون الهالة اللي حوالين جسمه. بص عامر بعيون مفتوحة وهو بيجيب الكاميرا ناحية الراجل شوية وناحية خليل شوية وهو بيقول: الراجل ده لا اما بني ادم طبيعي لا اما انت يا خليل اللي شبح. وصلت الاسعاف والبوليس بعد ربع ساعة من مكالمة عامر وخليل ليهم. وراهم اهل عامر اللي جم باقصى سرعة بعد ما عامر كلمهم على ان في راجل غريب كان في البيت. نزل اهل عامر بسرعة من العربية واتجهوا ناحية عامر وخليل اللي كانوا بيكلموا الضابط المسؤول عن البلاغ. قربوا منهم وسأل الاب عن اللي حصل فرد عليه الضابط: ما تقلقش يا استاذ، الموضوع تحت السيطرة، ابن حضرتك كلمنا في الوقت المناسب. اللي حصل ان اللي كان عايش مع حضراتكم في البيت ده مريض نفسي هربان من المصحة العقلية، وكنا بندور عليه بقالنا اسبوعين. شهقت الام ومسكت في دراع الاب اللي فضل يسأل ده حصل ازاي ومين المريض ده. لكن لأسباب طبية وقانونية رفض الضابط انه يكشف عن هوية المريض واستكفى بالمعلومات اللي قالها قبل ما يستأذن ويسيبهم لصدمتهم. قرب عامر من خليل وقال له بصوت واطي: قلت لك انا مش مجنون. ضحك خليل وقال له: ما شكتش في قواك العقلية اللحظة يا عم. ماشي يا خلو، بس معلش بقى على الحلقة اللي باظت دي. انت بتهزر يا عم، دي هتبقى اجمد حلقة نزلتها. تخيل معايا كده، بيت مسكون بس بمريض نفسي مش بعفريت، ده انا هوصل للمليون بعد الحلقة دي. بعد يومين من الحادثة اتجه المقدم جمال اللي كان مسؤول عن البلاغ اللي صدر من بيت عامر لمكتب الدكتور فؤاد في مصحة الأمراض العقلية والنفسية. خبط على الباب واستنى ثانيتين قبل ما يوصل له صوت الدكتور: ادخل. دخل المقدم جمال وسلم على الدكتور قبل ما يقعد قدام المكتب. مسك الدكتور فؤاد التليفون وطلب من البوفيه 2 قهوة ليهم. اتكلم جمال وقال: أنا جاي بخصوص المريض اللي كان هربان واقتحم الفيلا اللي في المعادي. أيوة تمام، هو متهم بحاجة؟ أنا عارف إن اللي عمله يعتبر جناية، بس هو مريض عندي زي ما حضرتك شفت. قطعه جمال بسرعة وهو بيهز راسه: لا لا لا، هو فعلا نظرا لحالته العقلية والنفسية مفيش أي تهم متوجهة له، دي بس إجراءات بسيطة علشان أقفل المحضر، وكنت عايز أسأل عن حالته وأدي لحضرتك شرايط الفيديو اللي قلت لحضرتك عليها في التليفون. حط جمال 3 شرايط فيديو على مكتب فؤاد اللي هز راسه بتفاهم وأخدهم منه وقام من مكانه وهو بيشاور لجمال إنه يجي معاه. اتفضل معايا، هنكمل كلامنا وإحنا في الطريق. قام معاه جمال بلهفة وهو مستني فؤاد يبتدي كلامه. المريض اسمه أكرم بلال، رجل أعمال عنده 45 سنة، أول رجل أعمال يوصل للمليار في سن 30 وهو بادئ من الصفر. خسر كل حاجة بسبب الانهيار الاقتصادي اللي كان مصاحب لفترة الكورونا، خسر فلوسه في البورصة ومراته سابته بعد ما أعلن إفلاسه، لكن البيت اللي لقيته ده كان آخر حاجة يشتريها قبل ما يعلن إفلاسه بشهر. بعد إعلان إفلاسه بسبب القروض اللي عليه والديون اللي وقع فيها، البنك حجز على بيته ودي كانت الناهية بالنسبة له. دخل المصحة في نفس اليوم اللي اتحجز على بيته فيه وعقله ما استحملش الصدمة ودخل في عالم خيالي خاص بيه، ما كانش فيه خطر على حياته ولا على حياة أي حد هنا، فللأسف ما كانش عليه حراسة زي أغلب الحالات اللي عندنا، فبغلطة من ممرضة عندنا عرف ياخد مفاتيحها ويهرب. طب يا دكتور معلش سؤال، هو ازاي رجع لبيته تاني بعد ما هرب؟ هو مش فاكر انه اتحجز عليه؟ زي ما قلت لحضرتك، عقله ما استوعبش الصدمة، وعلشان يحميه من الواقع اللي هو مش عايز يواجهه خلق له عالم تاني، عالم وقف عند لحظة إفلاسه وبس، الصدمة الأولى اللي عرف يستحملها ويكمل بيها، مش الصدمة اللي بعديها وإنه هيكون بلا مأوى وهيعيش في الشارع. فبعد ما خرج من المصحة عقله ماسح كل اللي حصل من ذاكرته ورجع لبيته تاني علشان يعيش فيه، وكأنه كان في مشوار مثلا. فهمت حضرتك، بس هو البيت ما كانش فاضي لما رجع له،
ازاي ما خدش باله من ده وقال ان البيت مسكون بالعفاريت في الشرايط اللي كان بيسجلها؟ زي ما حضرتك قلت لي نبذة عن العيلة اللي سكنت البيت انهم مش متواجدين كتير في البيت، وطول اليوم كل افراد العيلة بتبقى بره ومش بيرجعوا غير بالليل، فوارد ان لحظة اقتحامه للبيت كانت وقت ما كانش في حد جوه البيت وفضل قاعد وهو بيتعامل لان ده بيته عادي ومفيش حاجة حصلت، لحد ما سمعهم وحس بحركة في البيت، فعقله صور له ان دي اصوات عفاريت، فخاف واتجه للبدروم من الخوف، بالتحديد في أوضة الخدم اللي موجودة هناك، وفضل عايش فيها ومقتنع ان اللي بيسمعه وبيحس بيه ده شغل عفاريت مش اكتر. بس يا دكتور، هو كان في شريط من الشرايط بيتكلم انه شاف حد في البيت لكن وصفه بمواصفات غير بشرية، ازاي ده؟ والله يا جمال بيه انا مش متفاجئ من حاجة زي دي بصراحة. هو فعلا شاف حد من افراد الاسرة وشافه بهيئته الطبيعية، لكن عقله كحماية ليه أضاف له بعض التخيلات والتفاصيل الزيادة للصورة، وفي الاخر اللي وصل في دماغه انه اقتنع بفكرة ان البيت مسكون بالعفاريت فعلا، وان ده واحد من العفاريت اللي ساكنة البيت. هز جمال راسه بتفاهم وكملوا ماشي لحد ما وصلوا لأوضة أكرم في المصحة. دخلوا بهدوء الأوضة وقفوا يبصوا عليه وهو قاعد على السرير مديهم ظهره. سأل جمال بصوت واطي، وحالته عاملة إيه دلوقتي يا دكتور؟ لما دخل المصحة أول مرة كان ساكت طول الوقت ومش بيدي أي رد فعل ولا بيتفاعل مع حد مننا، لكن من ساعة الحادثة والموضوع اختلف. طلب مننا كاميرا فيديو وشرايط فاضية، وكل يوم بيقعد يسجل ويصور نفسه زي ما كان بيعمل في البيت. علشان كده لما حضرتك حكيت لي عن الشرايط أنا ما استغربتش. قام أكرم من مكانه واتجه ناحية الترابيزة اللي جنب السرير بتاعه، أخد الكاميرا من عليها ورجع قعد في مكانه تاني، حطها قدامه وشغلها وبدأ يتكلم. أنا بقيت حاسس بيهم في كل حتة في البيت، وما بقاش فارق الصبح ولا بالليل، طول اليوم سامع أصواتهم وحاسس بيهم بيتحركوا حواليا. أنا بقيت أخاف أنام، بقيت أخاف عيني تغفل شوية وأصحى أتفاجئ بيهم قدامي. أنا معرفش الأشباح دي ولا العفاريت ولا أيا كان إيه دول ممكن يعملوا فيا إيه. أنا سامع حاجة بتتحرك ورايا. لف راسه بالراحة ناحية جمال وفؤاد اللي كانوا باصين ليه، بص لهم قبل ما يفتح عينه في رعب ويصرخ ويدخل في نوبة هلع. المقدم جمال عرف بعد كده ان حالة اكرم هتفضل كده لحد ما يقتنع بطريقة او باخرى، سواء كانت بالعلاج او غيره، انه تخطى مرحلة الافلاس بمرحلة كمان، الا وهي ان هو بقى ملوش بيت، فبالتالي علاجه الوحيد انه يقتنع انه مش في البيت اصلا، وبعدها عقله بالتدريج هيبتدي يربط انه مفيش بيت يعني مفيش اشباح يعني مفيش عفاريت يعني مفيش نوبات الرعب والهلع اللي بيدخلها دي. واهتدى في الاخر المقدم جمال ان هو يتابع حالة اكرم من بعيد، وده علشان الحالة اللي هو فيها ما كانتش سهلة، والخروج منها هيكون اصعب من الافلاس اللي تعرض له اكرم بنفسه. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ هل اكرم هيكمل ويدرك اللي هو فيه، ولا عمره بسبب العفاريت والاشباح اللي بيشوفها هينتهي لحد هنا؟ وبس كده، بكده تكون انتهت القصة. أتمنى تكون عجبتكم. بشكر رولا أمين جدا جدا على كتابتها للحلقة دي، وعلى البلوت تويست اللي حصل في الآخر ده وطلع مفيش أشباح ولا حاجة. بشكرها جدا وبشكر حضراتكم جدا إن انتوا وصلتوا لحد هنا، وياريت لو القصة عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، تنضموا لجروب عائلة الرابع على الفيسبوك علشان تشوفوا الكواليس، تعملوا فولو على الانستجرام وفيسبوك وتويتر وثريد. وبس كده، أشوفكم الحلقة الجاية وتصبحوا على خير.